يعطيكم العافية. ماكاريو 21، برنامجنا المباشر الأسبوعي حكاية وجع مع منظومة فاشلة وفاسدة. كل يوم وجع المواطن عم بيزيد، تتغير الوجوه بس النهج، نهج القرارات العشوائية هو ذاته. اليوم مع بداية العام الدراسي الجديد، هموم الناس صارت بتفوق حمد الجبال. بالمدارس الرسمية بين تسجيل الطالب وكتبه كرتاسيته في هم النقل أكبر بكتير. كيف المدارس الخاصة؟ بوجود سوق سوداء عم تتحكم بالمصير المعيشي للمواطن. بين أرجوح الدولار سوق السوداء ورفع الدعم، طلاب عم تدفع مستقبلها ثمن غباء مسؤولين اللي هن مسؤولين عن اللي وصلنا له من أزمات، وأهل عم يدفعوا دموع وقهر على مستقبل أولادهم. ومين المسؤول؟ منرحب بالناشط مصطفى دياب، أهلا وسهلا فيك ماكاريو 21. عرفنا أول شيء عن حالك. مصطفى دياب، ناشط بثورة 17 تشرين 2019، العمر 19 سنة، ومتابع للملف الطلابي بتكتل أوعى. ونحن عنا بالتنظيم ما في شيء إنه اسمه مسؤول رئيس بلا بلا بلا، سو قائد اللجنة الإعلامية. نعم. نهتم بالأمور على الأصعدة كافة، أوكي؟ بس أنا كمسؤولياتي الملف الطلابي وإعلام تكتل. نعم. مصطفى، نحن بنعرف عن نشاطاتك او نشاطاتكم الكتيره، كنتوا تنزلوا بمظاهرات كرمال الامتحانات السنه الماضيه. خلينا نحكي عن اخر امتحانات صارت، كان عندكم انتم مع الغاء الشتل بريفي، صح؟ وين وصلتوا فيها هي؟ فتنا بالمعركه والحمد لله قدرنا نحصل، حتى لو مش كل السقف اللي كنا حاطينه، بس قدرنا نوصل لالغاء شهاده البريفي لهذيك العام. كنا بصراحة حاطين انه اكثر من الغاء شهادة بريفي، الغاء الامتحانات كافة، لانه كان الظرف بشع اللي قطعنا فيه. فقدرنا نعمل شيء على القليلة نقدر نخفف التعب والوجع اللي كان بصدر. هلا انتم بعدكم مصممين على الغاء شهادة البريفي نهائيا؟ صح، لانه شهادة البريفي نوعا ما هي بس شيء شكلي، ما حي يعني لا حيقدم ولا حيأخر. مهمة، ما منقول لا اكيد، بس يعني اللي حاصل عليها ما في روح يشتغل بقصص مصيريه لحتى نكون هون نحن عم نحدد له اذا انت قادر ولا لا. هي شهاده شكليه ومعنويه نوعا. طيب، وبالنسبه لشهاده الترمينال، الترمينال هي شهاده كثير اساسيه، طالب يعني هي الفاصل بين مرحله الاكاديميه والجامعيه، فلا هيدي شيء كثير اساسي ومهمه. بس يعني المشكله مش بالشهاده، المشكله بالمنهج، المشكله بالمشاكل اللي عم بتصير، بالضغوطات اللي عم بتصير، هي المشكله مش الشهاده. طيب مصطفى، انتم السنه شو مفكرين تعملوا؟ يعني السنه انت بتعرف، وكنا عم نحكي عن وضع الاهالي، السنه ان فتحت المدارس كارثه وان ما فتحت كارثه اكبر، فشو برايك انت شو الحل؟ حل فيه كتير حلو، مثل من ضمنهم المدارس تقدر تأمن للطلاب كل شيء بحاجة له. بس بنرجع بنفكر هيك شوي بنطاق أوسع، إنه الطالب معروف يعني عالميا، الطالب إذا ما كانت نفسيته منيحة ما حيقدر يقدم ولا 1% من شو هو شو قادر يعطي. فنحن هون بنكون عم نظلم الطالب. بنفس الوقت الأساتذة عندهم مواصلات، هن بالنهاية أهل مش بس أساتذة يعني. فعندهم هموم اولادهم، هموم العائله، وهموم الدرس وتدريس الطلاب نوعا ما. فمشاكل كثيره، كل مشكل، ما في مشكل بالحياه ما له حل. اوكي؟ الحلول بنحكي فيها بس نحط المشاكل ونعرف نسال السؤال الصح. لما نسال سؤال صح بنعرف نجاوب عليه بطريقه صح. سو بكل بساطه فيها الدوله تحل الامور البسيطه اللي قادره تحلها، مش عم نقول لكم عملوا لنا هلا طلعوا لكم بير نفط، مش عم بنقول جيبوا من ما بعرف وين، ما بعرف كميات، لا، القصص الموجوده عندنا نشتغل فيها على القليله. طيب اليوم انه بنزين هلا عم بيقولوا في حلول، بدهم حل حلوه. طيب بس اجارات الطرقات على الاهالي اللي عنده اكثر من ولد،
لا اللي عنده ولد يمكن صعب عليه يدفع هالقد اجار عالي. عدا عن هيك انت عم بتقول بعدك عن حال النفسيه تبعيتهم، واذا ما راحوا الانترنت كمان عندنا مشكله. انتوا كمجموعه يعني كمجموعتكم انتوا عندكم عملتوا دراسه على هذا الموضوع؟ عملنا وبعدنا لهلا عم نعمل، يعني الدراسه بتنوجد بس على طول لازم فيها بيبقى جابات عم تتغطى. هذه الجابات بس تخلص حنعلن عنها. نحن اوريدي السنه الماضيه بلشنا نأمن كتب وقرطاسيه للطلاب، هيدي السنه بقي كثير كتب من وقتها لانه كان ثلاث ارباع العام اونلاين، سو ما كثير عايزوا الطلاب، بقي في عدد كبير من الكتب. هذا العدد لنشوف هلا بدايه العام الدراسي كيف بدها تكون على اساسه، يعني هيدي الكتب حتتوزع للطلاب كلياتها واكيد مش عندكم عدد على عدد الطلاب كلياتها؟ ما موجود على عدد الطلاب كلهم، بس مش لحالنا عم نشتغل، يعني نحن من مال، في جمعيات تانية من مال، اشخاص فرديين تانيين من مال. بتتفقوا مع بعضكم بهيدا الموضوع انه بتقسموا هيدي المناطق او المدارس او شيء؟ اكيد يعني حيكون في تنسيق مع هيدي الاشخاص المعنية بهالموضوع ونشوف كيف بدنا نحط خارطة عمل لهالمشروع. قديش حنقدر نغطي؟ حنقدر نغطي قد ما حنقدر. يعني في اشخاص حتبقى اكيد مظلومة، اوكي، فنحن من واجبنا انه هيدي الاشخاص ما نخليها تبقى مظلومة، بس نحن ما عندنا امكانيات نقدر نعطي اكثر. بالنهاية انتم مش الدولة يعني. صحيح، فعم نجرب نقوم قد ما فينا بدور الدولة بوقت الدولة مش موجود دورها. فعم نجرب نعمل قد ما بنقدر. وزير التربية الجديد قدرتوا تتواصلوا معه بعد؟ لا بعد ما قدرنا نتواصل معه ونقعد معه شخصيا، لان بعد يعني بعده عن جديد بلش بالوزارة، فحيكون في قعدات معه ان شاء الله. لأ مع الوزير السابق قعدتوا تفاهمتوا معه؟ نوعا ما قدرنا نتفاهم، يعني القصص اللي بنختلف عليها حطيناها على جنب واشتغلنا على كم قصة فينا نشتغل عليها سوا. اهم ما هي شهادة البريفي. شهادة البريفي وكنا كمان عم نناقش معه موضوع الاساتذة المتعاقدين. متعاقدين صحيح. نعم كنا عم نناقش معه ونشوف شوف فينا نلاقي حلول سوا. طيب اليوم الاساتذه ما حتروح اذا ما اخذت حقوقها، هدول الاساتذه يمكن صاروا مظلومين كم سنه. صح. ما بياخذوا حقهم. تقلك شو المرجح؟ اوكي، المرجح انه بنعطي هول الاساتذه حقوقهم بطريقه شكليه مش اكثر، بنقول لهم حنعطيكم حقوقكم، الاساتذه بتقبل بتنزل بتدرس، العام الدراسي بيكون كثير طبيعي، هذا اللي المرجح حيصير. يعني مثل العادة انه قصدك يضحكوا عليهم؟ صح مثل العادة، فهون ساعتها بصير دور الاساتذة هن اللي يحطوا قرار لهالموضوع، الاساتذة هن لازم ياخذوا موقف جريء هالمرة وما يقبلوا بالقصص اللي كانت عم بتصير قبل. طيب بس ما بتشوف انه كل سنة عم بتصير هيدي الشغلة بيرجعوا بنص السنة او بوقت الامتحانات الاساتذة بيعطلوا المدارس او الجامعات او ما بعرف شو، ترجع الطلاب تتعطل؟ صح، لهيك عم اقول لك احنا هالسنة بحاجة لقرار جريء، يعني قرار بده ركاب نوعا ما مثل ما بيقولوا، فهذا الموضوع بايد الاساتذه. هن عم بيقولوا ما رح يروحوا على المدرسه، بتعتقد رح يضلن او كلهم رح يلتزموا مع بعضهم؟ ما بتحياتوا على طول الكل التزم، بالصف الواحد لما نقول بدنا نغيب كنا نغيب نص الصف ثلاث ارباعه يبقوا الربع. بغض النظر اذا حيروحوا ولا لا، لازم ياخذوا قرار انه نحن والله على طول عم بيصير معنا هيك، على طول عم يوقعونا بنفس المشكله، لا ليه بدنا نقبل؟ ليه بدنا نضل رادخين لهلا؟ لازم نوقف نواجه، طبعا اعطوني حقي، هذا حق لإلي، مش شيء عم بشحده منكم، لا، انا عم روح اعطي، انتم بدكم بالمقابل تعطوني للخدمات اللي عم اقدمها. نعم. فهون الموضوع بيتعلق بالاساتذه، اكيد حنجرب قد ما فينا نتواصل مع عدد كثير كبير من الاساتذه، اوريدي بلشنا. يعني شوف شو فينا نعمل. يعني برايك حتفتح المدارس؟ نوعا ما ايه. رغم هالمشاكل الموجوده اللي كثير اللي كلنا بنعرفها. اوكي بس اهم مثل ما قلنا القرطاسيه اسعارها، الكتب اسعارها على اكثر، القسط على المدرسه، المواصلات، يعني هلا اكثر شيء عم يحط عليه علامات اللي هو المواصلات. نعم هي اكثر شيء هي لانه يعني تسع شهور يعني مشكله على الاهل. صحيح. اللي عنده اكثر من ولد كثير كارثه عليه 100%. فهون نحن لازم نشوف قد ايه فينا نلعب دور مع الوزارة، رغم انه المفروض هيدا كله يكون واجبها لها، بس لما تكون هي ما عم تلعب دور نحن ساعتها بناخذ دورة بنعمل اللي فينا نعمل. حنشوف شو فينا نعمل بهالموضوع، يعني بعد الدراسات ما خلصت لهلا، عم ندرس على المواضيع كلياتها وان شاء الله قريبا
نخبر عنه على الصفحات. طيب انا بدي اسال سؤال، نحن ماكاريو 21 على طول اسئلتنا شوي بتحرج يمكن اوقات. هلا مجموعتكم هي بالاساس ثوره على الارض كانت ب 17 تشرين صح، انتم ناشطين عندكم صار يعني تشتغلوا على ملفات، تشتغلوا على ملفات فساد صحيح، بس بنفس الوقت بتروحوا بتقابلوا الوزراء صحيح. اللي هيك في ناس بتنزعج منكم انه انتم عم بتروحوا عم تحكوا مع السلطه مع منظومه او شيء، بس انتم شو انتم ليه بتروحوا؟ تمام، لما انا بدي فوت بمعركه بدي اعرف نقاط قوتي نقاط ضعفي، هيدي من مال، من مال الثاني يعني هيدي منظومه امر واقع اوكي، لان نجي نقول بدنا قضاء مستقل ان شاء الله عيطنا من اليوم لبكره لبعد 10 سنين ما حيصير في قضاء مستقل، لا بدي انا اطلع وواجه اقول له عندي 1 2 3 انت بدك تكون معي اهلا وسهلا بلش اشتغل، ما بدك تكون ساعتها احنا بنكون بوجهك وبنكون ضدك بكل شيء. يعني بتقصدوا بالموضوع انه تزركوه مثل ما بيقولوا بالعربي بالزاوية يعني، او انت بتنفذ او نحن نوعا ما، يعني احنا بس نطلع لعنده ما بنطلع بنقول له بليز عمال بليز ساوي، لا بنطلع بنقعد القصص اللي عندنا بتفرضوا عليه. عندك حلين، فينا نكون نور فينا نكون نار، فينا نكون نور لك لما بتكون انت عم تعمل القرارات الصح، لما تكون انت عم تاخذ القصص لمحلها الصح، وفينا نكون نار بوجهك لما تكون انت عم بتعارض المصلحه تاعت الوطن. بس هيدا كثير شيء منيح يعني انه صح، وكثير عالم ضد هالقصص، انت ضد بتقلك انه هيدي السلطه اللي وصلتنا لهون ما حتقدر تعمل غير هيك. نحن مع هالشيء صح، عم تحكم 100% صح، بس ما فينا نبقى واقفين عم نشتغل بدون خريطه بدون خطه بدون... يعني انتم بهي الطريقه انتم عم تشتغلوا قانون اكثر من اشياء شعبويه صح، لانه فعليا الشغل هيك بيصير غير هيك يعني هن اخر همهم قاعدين ببيوتهم عندهم كهرباء عندهم الميزوت بيوصلوا وقت بدهم نعم. ما بعرف شو بيوصلوا وقت بدهم وقاعدين يعني ما فارقه عندهم ولا 1% ان شاء الله بقينا من اليوم لبكره عم نقتل ببعض حتى ما حتفرق علي عندهم فلا نحن لازم تعال هون، انت عندك 1 2 3 واجب بدك تقوم فيه بدك تقوم فيه يعني نعم، لان بالنهايه هو مسمى وزير وهو صح؟ اذا ما مضى او ما وقع او ما اخذ القرار ما بيمشي الحال صح، يعني شغلكم انتم عم تشتغلوه عم تفرضوا عليهم شو لازم يعملوا كثير منيح يعني وقتي يعني كنت شاهدي بكذا ملف استلمناه وبلشنا فيه وحققنا انجازات كثير كبيره فيه اكيد بهيك طرق بهيك طرق كثير عالم بتطلع تخوننا حتى يعني قلنا انتم عدتوا معهم صرتوا منهم، لا حبيبي احنا ما صرنا منهم، نحن بكل بساطه موقفنا واضح وقلنا لهم عنا 1 2 3 تفضلوا اشتغلوا عليهم. هذا كان هو الموقف الاساسي تاع كل شيء يعني. تقريبا اغلب الملفات انتم نجحتوا فيها صح؟ منهم الاملاك البحريه منهم ليش برايك؟ لانه كنتوا عم بتحطوهم تحت امر الواقع؟ لانه كان في كثير عوامل غير هالموضوع، يعني عم نحطهم تحت الامر الواقع، بنفس الوقت عم نحط الطريق صح، عم نحط خطه صح، والاشخاص الموجوده بنشتغل بمنطلق ايمان كبير، لما تكوني انت مامنه بالشغله اللي عم تشتغلي فيها بتنجحي فيها بالاخر. اكيد 100%. طيب مصطفى خلينا ننتقل شوي للسياسه، شو رايك بالحكومه الجديده؟ ما فينا نحكم لنشوف. يعني صح جايبتها هالمنظومه بس نحن بالنهايه مش واقفين كل شيء نقول عليه لا 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 لا. لا في قصص مع انه نعطي فرصه. على طول هيدي حكومة أمر واقع نعم. يعني فينا نقول لا لا لا، فينا نقول على القصص اللي عم يعني هلا لنشوف شو بدهم يعملوا، شو بدهم يبلشوا ياخذوا قرارات على أساسها ساعتها بيكون موقفنا مع أو ضد. هلا أنتو كناشطين على الأرض والثوار وهيك، برأيك إنه كيف يعني بدهم يلاقوا حل؟ يعني الثوار سكروا طرقات، شعلوا دبليب، راحوا بمطارح على بيوت قسم من المسؤولين، كسروا وعملوا وضع لورا، انت برأيك الحل كيف بيكون؟ او برأيكم انتو كيف كمجموعة كيف بتفكروا؟ اذا فينا نعرف نحن بنفكر بمنطلق واحد، كل شيء فيه دخل بالإنسانية منفوت فيه، منفوت فيه للآخر لأنه عنا الإنسان هو أساس كل شيء. كيف قبل شوي قلت لك يا هاب انه اللي بيسال السؤال الصح بجاوب الجواب الصح بيمشي حاله، اعطاها قبل شوي صديق لي كنت قاعد انا وياه فاعطاها مثال، قال انه اذا ايد مكسوره اعطيتك دواء لوجع الراس ما حتروق لك، اذا اعطيتك دواء لوجع المعده كمان ما حتروق لك، بدك تاخذ دواء لهذا التشخيص. سو منشخص المشكله، المشكله شو هي؟ المشكله ببلاد برا، ليه اللبناني بيلتزم بالقوانين؟ ليه هون لا؟ لانه برا اذا خالف القوانين حيتحاسب. فهون نفس الشيء، هون مين المسؤول عن المحاسبه؟ السلطه القضائيه.
بدون قضاء مستقل. القضاء المستقل اذا بدك هو مثل بوابة مدخل للامور الباقية اللي بدنا اياها كلها. فالتركيز الاساسي طبعاً نحن هو القضاء المستقل. وبعده بيجي عندك ضرائب تصاعدية بتطال ارباح الكبار المودعين، مش بس الفقير، مش الفقير اللي بيكون عم ياكل، سوري مش الفقير اللي بيكون عم يتحمل الأزمة أبداً، أصلاً مش مفروض الفقير يكون عم يتحمل الأزمة. بعدين بيجي عندك كتير أمور لنوصل بالأخير لاقتصاد منتج، رح تصير بلدنا هو اللي عنده الانتاج تبعه، مش ناطرين من برا ليجيبونا. سو في خارطة عمل كبيرة، أي حدا بيحب أكيد يحط إيده معنا، نحن جاهزين لحتى نكون مع الكل ويكون الكل معنا، ما عندنا أي مشكلة. انتوا اسستوا مجموعتكم ب 17 تشرين صح؟ صحيح، صارت ب تقريبا بحدود 22 23 تشرين. وهلا قد ايه صار عددكم كبير؟ العدد كبير. اوكي، بس صرنا بمرحله عم نشتغل بطرق اوسع بكثير من هلا. كيف عم نشتغل بطرق اوسع؟ يعني عندنا ملف، اوكي، فريق معين بيستلموا هالملف بكفيله الاخر بمساعدة الباقي، ونفس الشيء باقي الفرق كلياتها. ولما بدك تشتغلي بدك تشتغلي على بناء قائد مش بناء شخص عادي. سو نحن فعليا ليك بلشت عم اقول لك انه ما في مسؤول، ما في رئيس، في قائد. لانه شو تعريف القائد؟ القائد هو اللي بيوجه صح. لا في شيء اسمه مقود السيارة، لانه هو اللي بحركها يمين وشمال. ففعليا نحن بحاجه لقادة، بحاجه لاشخاص قويه تاخذ قرار. انتوا كمجموعات صغيره يعني كل واحد على مطرح اللي بيفهم فيه او اللي بيعرف فيه. صحيح. معه فريق. صحيح. وعم تشتغلوا عليه. صحيح. كل شخص هو شو بيفهم شو قادر يعمل بيكون بمحله. الشخص المناسب في المكان المناسب. لا انت مع الطلاب. صحيح، انا متابع لملف الطلاب. متابع في شخص مسؤول عن هذا الملف، بس انا متابع هذا الملف. وانا مسؤول عن لجنه اعلاميه ديتا كتب. هلا هيدي قصص مش هالقد لا فيها. نحن بدنا نحكي نرجع يعني لحديث الساعه. يعني كل الاهالي اليوم على المدارس، على الطلاب، على هيك. انت بتعتقد هلا اذا فتحت المدارس، يعني خلص تاخذ القرار يمكن بدها تفتح المدارس، في حال كثير من الطلاب ما حتقدر تروح على المدارس، وهذا اللي حيصير. يعني اذا بدنا نروح على الضيع، ما بدنا نحكي ببيروت اللي يمكن بكل شارع في مدرسه، بس خلينا نحكي على صعيد الضيع. يمكن بالضيع من ضيعه لضيعه بدهم يروحوا مسافه كثير كبيره ليقدروا يوصلوا للمدرسه الرسميه، لانه اكيد ما رح يقدروا يعلموا بمدارس خاصه. حتى لو بمدارس خاصه يعني في بكل مثل ما بيقولوا قضاء في مدرسة أو مدرستين خاصة، ضياع بعيدة، بدها أوتوكار، بدها سيارة حتى ينقلوا. هالطلاب إذا ما قدروا أمنوهن أهلهم وما قدروا راحوا على المدارس، يعني نحن رح نروح على كارثة. طيب هيدي شو بدكم تحكوا فيها أنتو؟ شو بدكم تلاقوا لها حل في حال صار هيدا الشيء؟ يعني قلت لك نحن ضمن الملفات اللي عم نشتغل عليها هو هذا الملف، وعم يندرس بعد لتغطيه كذا موضوع. بس هون يعني بالنهايه هيدي اولا واخرا هي مسؤوليه الدوله. اكيد الدوله هي اللي بس انتم كناشطين، انا عم بقول انا ما عم بقول الحل عندكم. مسؤوليتنا نضوي على هيدي القصص ونجرب قد ما فينا نعطي ونشتغل فيها. اوكي، بس يعني في اشخاص كثير اذا ما نجحتي بهذا الشيء بيقولوا لك انت ما نجحتي. طب انا مش مسؤوليتي انجح فيه، انا قدمت وعم بادر اني اشتغل عليه، فانت اذا قادر تساعدني لحتى نشتغل عليه سوا وينجح. اما اذا فشلت ما توقف بوجهي وتقول لي انت فشلت، لا، لانه هذا مش مسؤوليتي. انا عم باخذ مسؤوليه الشيء الشخص اللي ما او الجهه اللي ما قدرت تاخذ مسؤوليتها وتنجح بهذا. هلا قلت لك يعني المواضيع بعد يعني عم تندرس، فما في اعطي معطيات هيك كيف ما كانت عشوائيه. يعني ما بعرف من سنتين يمكن او ثلاثة، ما عدنا متذكرين قد ما سنين عم تركض بسرعة، وقت اللي انحرم طلاب من بطاقة الترشيح. يعني وقتها صار مظاهرات وصار عملوا العمايل انه بدهم يأجلوا الامتحانات لحتى هيدوليك الطلاب يلتحقوا فيهم هيك. لا، صارت الامتحانات والطلاب طلعوا تعبت نفسيتهم وبلا امتحانات، واللي وتسقط اكثرهم لانه صرخوا يمكن تحت الوزاره بهداك الوقت. صح. يعني هيدي
الظلم وقع، صار الظلم نحن فانا اللي عم بقوله نحن هيدي السنه فتحت المدارس، يعني كانه الظلم حيوقع على كثير طلاب. والحل انتم كنشطين، يعني كنشطين مش بس مجموعتكم، كنشطين وعلاقتكم مع الباقيين. اوكي، شو فيكم تعملوا؟ واسع كثير. اوكي، واسع كثير. كيف يعني؟ يعني بنبلش بالحل الاساسي لنحل هول القصص، الباقي هي متداعيات وتفاصيل لمشكله اكبر بكثير من هيك. اوكي، سو اذا هيدي المشكله الكبيره انحلت، القصص الباقيه لحالها حتنحل. المشكله الكبيره بكل بساطه هو فساد هيدي الدوله. قديش هيدي الدوله ضعيفه، قديش هيدي الدوله ما قدرت تامن القصص هيدي اللي كثير بسيطه، يعني تامن له بنزين او مازوت للطالب ليوصل على بيته على مدرسته. هالقد ضعيفه، هالقد ما انا قادره تعمل شيء. المشكله الاساسيه هي غياب المحاسبه مثل ما قلنا. سو بدنا قضاء مستقل. بس يصير في قضاء مستقل ساعتها ببلشوا هالاشخاص يتحاسبوا، وببلش في كثير، يعني في كثير طروحات كيف بصير في بالبلد مصاري. لما يروح الفساد لحاله ببلش بيطلع. احنا بلدنا منه فقير، لا بلدنا كثير غني بس هن فقرون. اوكي، سو بس ينجابوا هالاشخاص، ينحطوا بالحبس، يتحاسبوا، نضيف على راسنا بنحطه وبنقول له بالعكس نحن ظلمناك. بس العاطل الفاسد لا، بدك تروح وبدك تتحاسب وبدك ترجع كل شيء اخذته حتى. مش بس انه تروح لا، بدك ترجع كل شيء اخذته. لما هيدي القصص تصير ساعتها لحاله بصير في حلول واصلاحات للقصص الباقيه. اليوم القضاء برايك قد ايه بيكون عنده القاضي ضمير، وقد ايه بيكون هو فعلا قانوني وهيك قادر يعمل شيء بهيدا الوقت؟ قادر القاضي لازم يكون هيك. لازم يكون انسان نزيه لانه عنده قسم القاضي. إيه؟ لازم يكون انسان نظيف. وفي كثير قضاة نزيهين ونضاف 100%. هذا انا عم بسالك اياه، يعني قادر يعمل شيء هالقاضي النزيه؟ هذا القاضي نزيه وهذا القاضي نظيف وعنده ضمير، بس خايف عليه، على اولاده، على ما بعرف شو، لانه هو فعليا مافيات، يعني بتجيبه وبتجيب اولاده وبتعذب وبتعب. في كثير طرق بيستعملوها، ترهيب مع هذا القاضي لحتى يبطل قادر ياخذ قرار. نعم، بدنا نقول له لهذا القاضي بكل بساطة ما تخاف من شيء. البلد وقع، مش عم يوقع، لا وقع. انت الوحيد اللي قادر تخلص هذا الشيء، فخذ قرار جريء ونحن بظهرك. عرف انه انت مش لحالك، انه في كثير اشخاص حتكون وراك. وخسرت انت، خسرت عائلتك، بس انت بالنهاية نجيت مجتمع كامل. طيب القاضي بيطار هلا عم بيدعي رؤساء وعم بيدعي ضباط وما حدا عم بيلبي، وعم بيرجع يطلع مذكرة توقيف وما حدا عم، يعني شو بده يطلع بايده القاضي بيطار؟ شو عم يعمل اللي بيقدر يعمله؟ هون ساعتها مسؤوليتنا نحن الاشخاص اللي هون اللي بنقدر نضغط بالطريق، نروح على عند الاشخاص المعنيين انه تعالوا لكم جيبوا انتم هذا الشخص وخذوه. طلبوا قاضي، هذا قاضي عنده هيبته، عنده يعني اذا بدك نيجي نحكي القضاء هو السلطه الاعلى بالدوله. فلازم يعني مين مسؤول عن هالموضوع؟ القوى الامنيه نوعا ما، او وزاره الداخليه. وزاره الداخليه؟ لا، نحن لازم نروح ونضغط على وزاره الداخليه انه تعالوا لكم جيبوا هالاشخاص من بيوتهم، جيبوهم. هذا قاضي طالبهم، ما بدهم يروحوا هن، ما يروحوا هن، نحن بنجيبهم. هذه مسؤوليتنا نحن. الرئيس حسن دياب خلص وسافر عن المطار، راح يطلع على اولاده بالوقت اللي القاضي كان مستدعيه. صح. فل يعني بتعرف قديش الفساد بأصغر، يعني ما حدا وقفه. برايك انه لا، انا بدي ارجع لكلمتك، انه برايك القاضي النزيه واللي عنده ضمير واللي عم بيشتغل قانون، طب كيف بده يحقق هالقانون؟ كيف بده يقدر يحقق اللي هو قانون؟ صح، ما انا هيك قلت لك، جاوبتك، قلت لك هذه مسؤوليتنا نحن. ما شفنا حدا حد القاضي بيطار، ما شفنا حدا راح سكر طريق المطار للرئيس حسن دياب، ما شفنا ناشطين هنيك مع انه كان معروف بده يسافر. كثير صار في دعوات وحتى صار في تحركات، بس عم يعني بينعمل تحرك ما في تغطيه اعلاميه له، بينتشر شوي سوشيال ميديا، بس ما عم يكون التغطيه كافيه للمواضيع. يعني بيروح شخصين ثلاثة، طب ما هو شخصين ثلاثة شو قادرين نعمل؟ شو قادرين نساوي؟ إذا ما كان في عدد كبير ما حنقدر نغير شيء. بحاجة نحن للقوة أكيد. بحاجة للتنظيم أكيد.
بحاجه لهالقصص كلها اكيد، بس بالمقابل بيكون في عدد كمان، العدد لانه هو العامل الاساسي لهالمواضيع بالترافق مع التنظيم ومع القوه ومع الايمان ومع 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 بصير في عندك تنظيم. مصطفى اخر شيء ما بدي كثير طول انا على المتابعين، برايك ليش الساحات فضيت؟ يعني ب 17 تشرين ما كانت الازمه مثل اليوم، شفنا الساحات انتلت فجاه، لك نحن قد ايه صار سعر الدولار، قد ايه الناس وين صارت اقتصاديا، ساحات فاضيه ليه؟ صح. في جيم هن لعبوها اسمها ديفايد ذا دولار جيم، اوكي. هيدي الجيم بكل بساطه بيكون في شخصين متحدين مع بعض، كل واحد منهم كان عنده باك جراوند، انا بجيب زد شيء فرقهم عن بعض، نشحت فيه هيدا السلطه، نشحت فيها لهيدي الجيم ولعبتها، زادت كثير قصص على الساحات، خلت الاشخاص تبعد وتفكر انه هي الفئه المستهدفه. يعني عملوا شو؟ يعني لنفترض، لنعطي مثال، سلاح المقاومه لنفترض. نعم. اوكي. زتوها بالشارع ككلمه وبلشت العالم تحكي فيها، فئه معينه حست انه هي المستهدفه انسحبت من الشارع. نفس الشيء وقت سقوط حكومه الحريري، فكرت فئه ثانيه كمان انه بس هي المستهدفه انسحبت. يعني صارت لعبوها للجيم بطريقه كثير ذكيه، ونحن كنا كثير اغبياء بالتصدي لها. فهيدي الجيم لعبوها. ليش هلا ما في حدا؟ لانه العالم بكل بساطه ما بقى عندها ثقه، ما بقى عندها ثقه بحياتها اليوميه، ما بقى عندها ثقه بشخص ثاني عقد ما امتحنت قبل، عقد ما انغدرت قبل. فالعالم بحاجه لاشخاص توثق فيهم انه هول الاشخاص هن قادرين يعملوا شيء، قادرين يغيروا، تلتحق فيهم تساعد معهم لحتى يوصلوا. العالم بعد هلا ما شافت هذا الشيء، العالم عم بتقول لا انا بروح بشتغل لي ساعه ساعتين طلع المصاري طعمي عائلتي فيها بهيك وضع، احسن ما اني انزل هالساعه ساعتين اقعد فيهم بالساحه وما حاوصل لشيء بالنهايه. هذا اللي العالم بتقوله، هذا العالم بتفكره، وما حدا ولا 1% حدا له حق يلومهم اصلا. برايك بعد في وقت النشطين اللي على الارض او الثوار، بعد في وقت يعطوا الناس ثقه، يعني يخلوا الناس توثق فيهم؟ بعد في وقت جاي الانتخابات رح تخوضوا الانتخابات كنشطين؟ لوقت الانتخابات ساعتها بينحكى بموضوع الانتخابات. اوكي، بفهم انه الوقت سريع، بس لا، في وقت بعد. في وقت برايك؟ في وقت، على طول بيكون في وقت، كل ما انا قادر اتنفس، كل ما انا عايش، جسمي موجود وعقلي موجود، انا قادر اعطي، عندي وقت. قديش بده يكون هالوقت سريع؟ ساعتها هون مسؤولية كل شخص منه، قديش نحن قادرين نخلي العالم توثق فينا. وبأكد لكم انه في كثير اشخاص مش منيح، في اشخاص منيح. مش تظلموا الاشخاص المنيح بطينة الاشخاص اللي مش منيح. كيف بدهم يعرفوا المنيح من المش منيح؟ بشوفوا الرؤية تاعيتهم، بشوفوا شو عندهم، شو عطوا لهلا، شو قادرين يعملوا، وعلى هالاساس بيحكموا مع يعني مش دغري توثق بالشخص، شوف اشتغل معه، قرب منه، ساعتها انت بتشوف هون اذا هذا الشخص قادر توثق فيه ولا لا. مصطفى، انت مع فصل الدين عن السياسة؟ اكيد. انا على مستوى شخص اكيد مع فصل الدين عم تشتغلوا عليها. هي كانت بند، يعني كانت عنوان عريض ب 17 تشرين. ايه بس هيدي تفصيل. ليه تفصيل؟ لانه نجي نقول يعني في اولويات. اوكي، لما بدك ترتبي الاولويات بنبلش باول شيء نحن بحاجه له. اوكي، مش المشكله بفصل الدين. اعطيني ثلاث شغلات يعني من بالاولويات. برايورتيز. ايه اعطيني ثلاث شغلات، شو هن؟ اول شيء قضاء مستقل. قضاء مستقل. ثاني شيء ضريبه تصاعديه عادله. هن اربع قصص اذا بدك. أوكي. بعد الضريبه التصاعديه العادله، قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، لبنان دائره واحده، لنكون عم نكسر الطائفيه اللي عايشونا فيها اللي هي كذبه. فعليا كذبه، انا وياك قاعدين هلا ولا واحد منا بيعرف شو طائفته وشو دينه للثاني. صحيح. وعم نتفق وعم نحكي وعم نعمل شيء. وثالث رابع شيء سوري واللي هو الاخير وبوصلنا للبنان اللي بنحلم فيه كلنا سوا، اللي بنتخيله كيف كان ما بعرف شو، يلي هو القضاء الاقتصاد المنتج. اقتصادنا هون ريعي، مبني على ربح مصارف، مبني على الاشحاده من برا، على ما بعرف شو، لا لازم يصير في مصانع بلبنان، مع انه فيه انتبه. وهيدي هون كمان مسؤوليه كل شخص فينا، انا ليه بدي اكل شوكولا ما بعرف شو وفي عندي كتاتور مثلا طيبة، يعني مش انه لا مش انه هيديك اطيب او شيء، لا غندور طيبة يعني. ففي كثير مصانع بلبنان مسؤوليتنا نحن ندعمها.
ونخلي يعني ندعم الاقتصاد الوطني. اقتصاد الوطني قصدك؟ نعم ندعم الاقتصاد الوطني عن الاقتصاد اللي برا. ساعتها هون احنا ما بحاجة لانه نجيب ما بعرف شو من ما بعرف اي دولة ونترجيها لتبعت لنا اياه. ساعتها هون احنا ما بنوقع بالعجز اللي قاعدين فيه. فهول الاربع قصص برياريتيز للبنان يطلع من الازمات اللي هو فيها. على امل، على امل كله يتحقق. طيب بدي اطلب منك هيك بدقيقة تحكي للشباب والصبايا، تعطيهم أمل ببكرة. بفهم إنه كل شخص منكم قال إنه ما بقى فيه، ما بقى في أمل. ما كل حق، ما بقى في أمل. ليه؟ لأنه ما كنا شايفين الأوضاع حتوصل لهون. الأشخاص اللي ما كانت شايفة الوضع حيكون هيك، ما كانت عم تقرأ صح، ما كانت متوقعة توصل لهون. كانت مفكرة العالم وعيت كله سوا فجأة، بكرة بيصير عنا غير أشخاص، بكرة بيصير عنا غير عالم، بيصير لبنان أحسن. لا، نحن على صعيدنا كنا عارفين أنه حنوصل لهون، عارفين أنه حنوصل لمطارح أبشع من هيك حتى. لما تكوني عارفة أنه حتوصل لهون ما بتفقدي أمل. خلونا ما نبني على الشيء اللي منشوفه، نبني على الشيء الباطني، نشتغل على تطوير حالنا. كيف نبلش التغيير؟ نبلش التغيير من أصغر شيء تفصيل بحياتنا. لما نبلش نحن نشتغل على حالنا نتطور، لما خلي امي وخيي يتطوروا، لما خليهم ما يكبوا بالطريق، من اصغر تفاصيل فينا نبلش نغير فيها. نبلش نغير ليه قادرين نغيره، بنرجع بنوسع وبنغير برا. ساعتها هيك بصير عندكم امل، وبتمنى انه ما تقطعوا الامل، لانه على طول المستحيل اليوم قادرين نحققه بكره. اكيد اكيد. ميرسي كثير لك مصطفى. بالختام لكل مواطن بيقول لو في شعب ما وصلنا لهون، لكل مواطن بدي أقول أنا وإنت وهو وهي الشعب. مين الشعب؟ بلش من نفسك التغيير. التغيير ببلش من ذاتك. بلش غير من حالك. فكر بالصح والغلط. فكر تصفق للصح وتحاسب الغلط. مين قال إنه البي والأم لما بيحاسبوا أولادهم على الغلط يعني بيكرهون؟ في أغلى من الولد؟ لكن فيك تحاسب لما بيكون الخيار بين ضميرك وحزبك أو زعيمك أو حتى رجل الدين من مذهبك. لو كان الخيار بين ضميرك وأهلك دايما اختار الضمير، لأن لما الضمير بيكون مرتاح أنت بترتاح، كل مجتمعك بيرتاح، أكيد رح يرتاح. الشعب هو مصدر السلطات. بعد كل هالزل خليك يا مواطن متذكر، تذكر الذل وغير وتعلم أو فكر مزبوط أي سلطة لازم تجيب. شكراً للمتابعة ويعطيكم ألف عافية. شكراً كتير مصطفى، ولقاءنا إن شاء الله أسبوع الجاي. يعطيكم ألف عافية.